مساء الخير. الدوالي أو الفاريكوس فين بالإنجليزي هي عبارة عن مشكلة في الأوردة السطحية اللي موجودة في القدمين. هلا تقسم الأوردة اللي موجودة في الأرجل لنوعين، الأوردة السطحية والأوردة العميقة، وفي بيناتهم وصلات اسمها البيرفوريترز. وموجود داخل الأوردة السطحية صمامات أو فالفز بتمنع الدم إنه يرجع، فالعضلات بتشتغل زي مضخة بتودي الدم والصمامات بتمنع الدم إنه يرجع. المشكلة عادة بتصير عند الناس اللي بيكون شغلهم عادة بتطلب انهم يضلهم واقفين لفترات طويلة، فبصير في مشكلة بالصمامات انهم بيخربوا. من ناحية فيزيائية، لما يكون في ضغط متواصل على جدار الوريد لفترات طويلة بتأدي انه يتضخم ويصير فيه ألياف زائدة. واصلا تعريف الفاريكوس فينز بالانجليزي هي enlarged tortuous superficial veins. عادة الاشي اللي بيجيب مريض اللي عنده varicose veins او دوالي هو الشيء او المنظر الجمالي، وخاصة اللي بيشكوا منه هم السيدات. اما بالنسبة لطرق العلاج، في عنا طريقين، الطريق الجراحي والطريق التحفظي. الطريق التحفظي عادة بلبس الاجرابات تاعون varicose veins اللي هم بسموهم بالانجليزي الالاستيك ستوكينجز، بلبسهم من الصيدلية بيجيبهم المريض ولازم يضل رافع اجره فوق مستوى قلبه بالليل. ممكن مرات العلاج التحفظي انه ما يزبط، فمنضطر نعطي المريض مادة اللي هي السكليروثيرابي، بتعمل تخثر في هدول الاوردة السطحية وبتروح الدوالي. واذا ما نفعت هاي طرق العلاج، مندخل المريض على العمليات وبنعمل له عملية لازالة الاوردة السطحية فبتروح الدوالي. وحاليا بالطب الحديث في طلع اشي جديد اسمه الليزر، علاج الفاريكوس فينز بالليزر اللي هي بحرق الوريد فبيؤدي الى تخثره وبتروح الدوالي. اما نهاية بالنسبة للوقاية، اهم اشي الرياضة ثم الرياضة، لانه العضلات بتشتغل زي مضخة وبتخلي الدم يرجع للقلب فبتخفف كثير من الدواء. واكيد ايقاف الدخان هو من الاسباب الرئيسية انه الدوالي تخف، بتساعدنا في العلاج وتخلي الدوالي انها ما تظهر اصلا.